الشوط السابع عشر في مجموع أشواطنا، وبدأت حركة الشوط السابع عشر الذي خصص لفئة الأبكار. على بركة الله نبدأ ونتحرك مع هذه الشعارات ومع هذه الهجن ومع هذه الأسماء الحاضرة والمندفعة والمتواصلة بالتحدي والإثارة والعزم والإصرار على المركز الأول مباشرة مع الصدارة، مع المركز الأول عندنا شودة وعلي بن سعيد بن سالم العويسي من يقدم شودة بالمركز الأول. المركز الثاني دغشل راشد بن مهير بن علي بالقوم الاجتبي، أما المركز الثالث هذا شعار بالحب حمد بن سعيد بالحب العامري، أما المركز الرابع اللي يتير الشوط يرلي عليها الأمر يصدر في الأخير، هذه الآن انطلعت إلى المقدمة بشعار سعيد بن محمد بن أحمد بن رفيعة واسمها اللي هي محبة على ما أعتقد اسمها، وطلعت إلى المركز الأول، أو مياسة، هذه مياسة اللي طلعت إلى المركز الأول. ناخذ المركز الرابع وعندنا التبر حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي بن كعيب حاضر أيضا أبو عبد الله في هذا المسار. والمركز الخامس شودة العلي بن سعيد بن سالم العويسي. المركز السادس تتواجد محبة سالم بن العبد لوهيبي وأحمد بن عبد الله بن رفيعة قادم مع الفاية. بالمركز السابع المركز الثامن اللي هي هزر ومحمد بن حمد العويسي، أما المركز التاسع نجود محمد بن راهد بن أحمد المنصوري. والمركز العاشر هذه مقصصة ومحمد بن راشد بن سرداح الاجتبي. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى، ونحن نتابع التغييرات التي تطرى وتجرى على المركز الأول. غيرت من سمعة الزقرة وازمت في الخالي إيديها التبرة الحميد بن كعيب يقدم لنا التبرة بالمركز الأول بنت التبر، والمركز الثاني بالحب من يقدم وزن محمد بن سعيد بالحب العامري، ولكن نشوف المركز الثالث غشة راشد بن مهير بن علي بالقوم من يتقدم بالمركز الثالث. والمركز الرابع أقول الفاية لأحمد بن عبد الله بن رفيعة. هذه الأسماء ونكتفي بالأربع المراكز الأولى لأن بدينا نقترب من الكيلو المتر الأخير بقيادة التبرة التي تتقدم بشعار حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي. يلا يا أبو عبد الله ركز سنيارة ناسار وتوكل على الله، دار الهوى شامي يا أبو عبد الله. المركز الثاني بالحب أيضا مع وزن حمد بن سعيد بالحب العامري وبالقوم يتواجد بالمركز الثالث. والمركز الرابع أقول سيور سلطان بن مهير بن محي ياكم بن محيان وبن رفيعة نافسه في الشوط فول الامتحان يا بن محيان. يلا عندك 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 مركزين الطوف ما الطوف، هذا هو بدأ يهجم هاجم هجمة لا تنصد أو لا ترد ولا شوف لي طلة غدير بن حمود بن شخبوط الكعبي الله يا الكعبي، ولكن شرد بن محيان شرد يوم حس بالخطورة. روح يا بن محيان روح يا راعي سيول سلطان بن مهير بن عبد الله بن محيان الاجتبي، ولكن الكعبي الكعبي أنا كعبي ونافس وتحدى. وهني أيضا شادن محمد بن عمران بن خليفة وصلكم الشامسي عمران محمد بن عمران. الله 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 هجوم مباغت سريع هجوم تحدي هجوم ناموس بن عمران يتجاوز وياخذ السلام الى العويل. صباح الخير يا اهل العويل، صباح الخير لبن عمران. نهني محمد بن عمران بن خليفة الشامسي المركز الثاني، البن محيان المركز الثالث، فهنا ميعاد يونس بن حمود بن عبد الله السعيدي. والمركز الرابع
يونس محمد هذا الخامس. طيب نترك المسؤولية عند أعضاء لجنة التحكيم. تهانينا والناموس لبن عمران الشامسي على الفوز وعلى الانتصار.